سحابه لازم يمر على متحف اقليم البحر الاحمر وياخذ الاذن والتصريح من هذا المكتب. ناخذ التصريح، يفتح لنا البوابه بعد ما يتاكد من رقم السياره. المسجد جوه الميناء، لازم تدخل تصل الى مسجد السحابه. هذا الميناء في جزيره باضع في منطقه تسمى راس مدر، وهنا مسجد السحابه، أولى المقدسات الإسلامية على مستوى العالم، أسس عام 615 بعد الميلاد. رست سفينة الصحابة رضي الله عنهم في هذه المنطقة وتسمى برأس مدر، وقفوا في هذا المكان وأقاموا الصلاة. لذلك يعد هذا المكان أول مصلى يصلي فيه المسلمون خارج أرض العرب. الصحابة رضي الله عنهم هاجروا بعدما آذاهم كفار قريش، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فركبوا البحر حتى وصلوا إلى هذه المنطقة، وكان عددهم كما قيل 12، منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود. لم يستمر الصحابة كثيرا هنا، وصلتهم الأخبار أن أهل مكة أسلموا، فعادوا بعد 3 أو 4 أشهر، ولكن حينما عادوا وجدوا أن الأخبار ليست صحيحة، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرة مرة أخرى، ولكن في المرة الأخرى هاجر أكثر من هذا العدد، يقيل أنه 82. المحراب والمنبر بني فيما بعد، يبدو أنه في وقت الدولة العثمانية، وأول مسجد بني في الإسلام على حسب اتفاق أهل العلم هو مسجد قبة في المدينة. والعلماء استدلوا على آية قرآنية في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد هو مسجد قبة، والمسجد الآخر الذي لم يؤسس على التقوى هو مسجد ضرار الذي أسسه المنافقون وكانوا يجتمعون فيه وهدم فيما بعد. الآن القبلة بهذا الاتجاه مثل هذا المحراب إلى بيت المقدس، أما مكة بهذا الاتجاه. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا اتجاه بيت المقدس. القبلة حولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في السنة الثانية للهجرة، ولكن الصحابة وصلوا هنا قبل الهجرة ب7 سنوات تقريبا. الصحابة رضي الله عنهم حفروا بئر في هذه المنطقة، وقالوا أنه الماء يخدمهم في الصيف والشتاء، وبقي فترات طويلة، إلا أن الحكومة في الوقت الحالي لما حدثت هذه المنطقة ألغوا البئر. في الوقت الحالي لا يصلون فيه إلا في صلوات العيد فقط، ولا أعلم هل قبلتهم تجاه بيت المقدس كما هو الآن أو تجاه بيت الله الحرام. الآن هذا متحف